الشعب المغربي معكم بان او احسن ماكله عندي هي الدوار. انتما كتقولوا لها عليا انا كنقول لها كان صد الدوار وكنسات عمر ما بكم عندنا اي حاجه ما كرهتش هنايا مدام نعيمه الطبيبه تجي هنايا ما كرهتش مدام نعيمه الطبيبه تاكل زعلوكه احسن زعلوكه كدا الفريت طاطم الشرملة مايونيز كنت هادشي كامل تقام 15 درهم وإلا يد يمكن صبرت موري عمر احتراما باقي شي حامي ما كنجر ديال هاد القناة تقال الله وفير الله يحفظك تيدير ديسكور في القناة ديالو سميتها باقي شي حامي ولا بارز على الوالدين وتهلاو في الوالدين خرجوا الوالدين للسراوة المرضية فالمصاخي خرجوا الوالدين للسراوة اللي كيخسر على مرتو 100,000 أمه ما تعطيها حتى 20 درهم في الحمام لاباس على الوالدين وتهلاو في الوالدين ولي له بابا عند بي ان او وجب درهم على القضية أخوتي خواتي شعبي هذه المدى النعيمة هذه المدى النعيمة مو فولي طبيبة وتحكم في الجنة الليل ونهار الخير في المغرب كل شرب تيبانو والديك.